السلام خوتي خواتي عزيزي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الوصفه ديال اليوم هي واحد لاصوب اللي كتجي لذيذه بزاف، حتى اللون ديالها كيجي فاتح للشهيه. غتسولوني غتقول لي علاش درتي فيها البرتقال اللي هو الليمون بالدارجه ديالنا المغربيه. لحقاش البرتقال والجزر والقرع الاحمر عندهم نفس اللون وتقريبا نفس الفيتامينات، اذا واحد كيكمل الاخر. بالنسبه للزنجبيل انا اللي ضفته من عندي لحقاش كيعطي واحد النكهه اللي زوينه، غير نتوما الا كنتو غديروا الزنجبيل الطري ما ديروش بزاف، ديروا غير شويه. الا ما كانش عندكم عوضوه بالزنجبيل اللي عادي اللي كنطيبوا به. اما بالنسبه للتفاح لحقاش فيه لاسيد وكيعوض الطماطم المركزه باش حتى لاصوب تجي فيها ديك شويه الحموضه. للمكونات وطريقه التحضير شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر وفرجه ممتعه. على بركه الله، بالنسبه للمكونات كنحتاجوا القرع الاحمر، الا ما كانش عندكم هذا النوع يمكن لكم تعوضوه باي نوع اخر. التفاح، البرتقال، البصله البيضاء، الا بغيتو تبدلوها بالبورو حتى هو كيجي مزيان. هنا كنحتاجو للثومه والزنجبيل طري، وضامه ديال البنه من الاحسن تكون نباتيه. عندنا الجزر والخبز الابيض اللي هو باندومي اللي غنقطعوه من بعد وغنحمروه في شويه ديال الزيت والزبده باش نديروه بحال لي كروتون على لاصوب ديالنا، الملح البزار وزيت الزيتون. بالنسبه للخبز كيبقى اختياري. اول حاجه غنديروا هي غنقيو الخضره ديالنا كامله ونقطعوها قطع صغيره. بالنسبه للقرع الاحمر، كاين القرع الاحمر اللي دغيا كيطيب واخا تخليو ليه الجلده ديالو ماشي مشكل، وكاين اللي كتكون الجلده ديالو قاصحه من الاحسن حيدوها. بالنسبه للبرتقال يمكن لكم تعصروه او تقشروا بهذه الطريقه. هذه كتسمى بالفرنسيه بولي افيف. انا فضلت نقشر بهذه الطريقه هذه ونقطعوا قطع صغيره لحقاش كلشي غيتطحن. بالنسبه للتفاح من الاحسن بلا ما تحيدوا ليه الجلده لحقاش الجلده فيها الفيتامينات. من بعد ما كنكملوا الخضر ديالنا كناخذوا واحد الكاسرونه كنديروا فيها زيت الزيتون، الثوم، البصل، كنخليهم يتشحروا واحد شويه واحد 5 دقائق. من بعد ما كيتشحروا كنحركوهم وكنضيفو الزنجبيل الطري، كنسدو عليهم مرة أخرى 3 دقائق. من بعد ما داز 3 ديال الدقائق كنضيفوا القرع الاحمر والجزر وكنسدوا عليهم يتشحروا واحد 5 دقائق على نار متوسطه. من بعد 5 دقائق كنضيفوا الضامه ديال البنه وكنضيفوا الماء، ومن بعد البرتقال والتفاح شويه البزار شويه الملح وكنخليو كيطيب لمده 20 دقيقه على نار متوسطه. اما بخصوص الكميه ديال الماء كيبقى حسب الرغبه، كاين الناس اللي كيفضلوا لاصوب تكون خفيفه وكاين اللي العكس. من بعد ما طابت الخضره ديالنا كنطحنوها بالميكسور، من بعد كندوقوا البزار الملح، وملي كتوجد يمكن لكم تزيدوا عليها مثلا شويه ديال لاكريم فخيش اللي هي القشده الطريه او الجبن، هذاك الشيء كيبقى اختياري ولكن كيزيد من اللذه ديالها حتى هو.
من بعد ما قطعنا الخبز الابيض اللي هو بان دومي لقطع صغيره، كنسخنوا واحد المقله كنديروا فيها شويه الزيت وشويه الزبده. ما ديروش غير الزبده بوحدها ولا الزيت بوحدو، الزيت والزبده باش ما يتحرق لكم ويتحمر زوين. يمكن لكم تحمروا حتى هو في الفران حتى هو كيجي مزيان. وإذا ما كانش عندكم الخبز الابيض اللي هو الباندومي، يمكن لكم تعوضوها بالباغيت اللي كنسميوه الباريزيان بالدارجه المغربيه. وبالتالي كنقدموها بهذا الشكل هذا وبالصحه والراحه. وبالتالي كانت هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. حتى الا كانت عندكم شي وصفه ديال شي سوب مول فين كتحضروها في الويوت ديالكم، خليو لي المكونات في صندوق الوصف، يمكن لينا نحضروها مع بعضياتنا علاش لا. كنتمنى تدعموا القناه بلي لايك وتعاليق زوينه باش نزيدوا دائما القدام، واللي ما مشاركش يدير الاشتراك باش يوصلوا دائما الجديد. خليتكم هذه الساعه الى وصفه قادمه ان شاء الله. بسلام عليكم.